هنا وعلى مقربة من خطوط التماس يمضي هؤلاء الطلبة في طريقهم للدراسة وتحصيل العلوم، غير آبهين بالمخاطر التي قد تسببها لهم الميليشيات الانقلابية. ندرس ونتعلم رغم القذائف ورغم القصف على مدرستنا، ونمر من الطرق الخطيرة حتى نوصل إلى المدرسة. منطقة الدمغة في إحدى ضواحي المدينة، حيث يعرف هذا الحي الذي يقع إلى شرق تعز بأنه الأكثر استهدافا من قناصات الميليشيات ومدفعيتها المتمركزة في الجبهات المقابلة، وتحديدا في تبتي السلال وسوفتل والمعسكرات المجاورة لها التي ما تزال تحت سيطرة ميليشيات الحوثي. أغلب المنشآت التي تتواجد على مرمى هذه الميليشيات تبقى هدفا لها، منها مدرسة المظفر التي اشتهرت بتاريخها التعليمي منذ عقود، وما تزال حتى اليوم يتلقى هؤلاء نصيبا من شظايا القذائف التي تتسبب بأضرار كبيرة فيها. عدة قذائف، قائم قذائف لا جنب المدرسة، وإحنا داخلت المدرسة نفسه. أكيد نحن نبقي مستمرين بالعملية التعليمية حتى إذا حصلوا مثل نحن شقوهون غيرنا وش كملوا باقة العملية. يحاول القائمون على العملية التعليمية المضي بها واستكمال ما فاتهم من الدروس التي توقفت بسبب الحرب، ومن بين مشاهد الخراب والدمار هذه يجسدون لوحة للمستقبل الذي ينتظرهم. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.